إذن نحن بمعرض الكتاب بالرباط. أنا جد سعيدة ومسرورة بهذا اليوم، إنها المرة الأولى لي. كتبي تحضر ضمن الكتب، عادة أحضر في هذا المعرض طيلة سنوات كزائرة، اليوم كتبي تحضر بين الكتب. نحن الآن بجلسة توقيع لهذه الكتب، أتمنى أن تعجب القراء وأتمنى أن تلقى صدى لها خصوصا بين الشباب واليافعين. هذه الكتب هي في مجال التنمية الذاتية. يعني ما حفزني لهذه الكتب في الحقيقة هم تلاميذي بدرجة أولى، وجدت داخلهم حبا كبيرا لهذا المجال. إنها إهداء لهم بشكل خاص، إهداء لهم جميعا بدون استثناء، إهداء لأولادي أجيال المستقبل الصاعدين. أنا أريد أن أحفزهم، أنا أريد أن أقول لهم على طريقتي أنني معهم مستعدة لأكون بجانبهم متى ما احتاجوني. هذه الكتب هي نوع من التحفيز لأجيال المستقبل لنصنع معا مغربا نفتخر به جميعا. هي كتب موجهة لجميع الشباب بشكل عام، ولكنها موجهة لليافعين بشكل خاص. في لحظة ما نفقد جميعا بوصلتنا، اتجاهنا، ماذا نريد في هذه الحياة، ماذا يمكن أن نحقق. اليافعون بشكل خاص يعيشون هذه اللحظة ويعيشون هذا الاضطراب إن صح القول أو صح التعبير. أنا أريد في هذه اللحظة أن أكون معهم من خلال الكتب داعمة لهم، ولكن حتى نحن الكبار في محطات من محطات عمرنا ربما نعاني أحيانا من تشتت بوصلة حياتنا. هذه الكتب أيضا يمكن أن نقرأها كبارا وبالغين لتساعدنا على أن نجد طريقا ومسارا لنا في الحياة. همة للقمة وغير النسخة القديمة من بين الكتب التي تشكل قيمة مضافة في مجال التنمية الذاتية. جيهان واريع من خيرة الكاتبات المغربيات التي استطاعت أن تخلق نوعا من المفارقة، بمعنى أن مجموعة من الرجال الكبار مثل ستيفن أركوفي أو مارك مانسون هم الذين كانوا يكتبون في مجال التنمية الذاتية، ولكن جيهان واريع استطاعت هذه المغربية أن تخلق نوعا من الفرادة من خلال كتابيها حول التنمية الذاتية، أو ما يمكن أن نسميه بالصعود إلى أعلى القمة. وهذه القمة لا يمكن أن نصل إليها إلا من خلال مجموعة من المبادئ والقواعد التي ترى الكاتبة بأنها هي التي توجه القارئ والطموح نحو أن يكون ناجحا. لقد استطاعت من خلال 20 مبدأ أن تؤسس لحياة جديدة تطرد الفشل وتطرد الخجل وتطرد كل ما يمكن أن يحول دون انطلاقة قوية لقارئ أو لطموح نحو القمة. أدعو جميع المغاربة أن يقرأوا هذين الكتابين لما فيهما من جدة وإحساس بالمسؤولية. نحن نعلم الإشكالات التي تطرحها كتب التنمية الذاتية، هناك من يعتقد أنها تبيع الوهم، ولكن جيهان واريع تبيع الحياة في حلة جديدة. نتمنى التوفيق لهذين الكتابين، وأن يستطيع أن يصل من خلال توزيعهما التوزيع الجيد أن يصل إلى جميع فئات المجتمع المغربي. فهذا الكتاب لم يكتب لفئة معينة، فئة الأساتذة مثلا أو غيرهم، ولكن كتب لجميع فئات المجتمع. أتمنى أن يصل الكتاب إلى كل بيت، لأن كل بيت مغربي يطمح أن ينجح في حياته الأسرية، في حياته العملية، في حياة أبنائه. أتمنى كامل التوفيق لهذين الكتابين ولصديقتي الحميمة جيهان واريع.